هم العلماء بس وضعوا المقصود يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يأكل لحم أخيه حرام، أن الإنسان يتكلم في أخيه المسلم لأنه مثل ما يأكل لحم ميت، ولا سيما إذا كان عالم فكأنه أكل لحم ميت مسموم عهد أشد، كأنه قال يحرم الكلام في أعراض الناس ولا سيما في أعراض العلماء.